عليكم، معاكم ضحى أسامة من شركة Creative Group. النهاردة هنبدأ في كورس جديد أو درس جديد ليلة من كورس كتابي 5. هنبدأ مع بعض من قائمة Start Mechanical Design Bar Design. أوكي، النهاردة هناخد درس جديد، بس قبل ما نبدأ في الدرس الجديد عايزين بس نأكد على نقطة معينة في الأمر الباد أو البكت. هنيجي الاول حاجه نبدا سكتش على التوب بلان ونرسم اي بروفايل احنا محتاجين نرسمه يعني، ورسمنا سنتر ريكتانجل وهنعمل سيركل ونقفل السكتش تبعنا ونطبق امر الباد. وزي ما احنا متفقين ان طالما عندي 2 بروفايل فهنا هيطبق امر الباد والباكت في نفس الوقت، بحيث ان انا الدايره دي هتبقى مفرغه عندي، هو ياخد البروفايل المقفول بس، اما البروفايل المفتوح اللي عندي ده جوه البروفايل المقفول فبيعتبر ايه، كاني عملت باكت في نفس الوقت. طيب عايزين نلاحظ الفرق ده، فهنلاقي عندنا هنا من التولز لو عملنا رايت كليك هنلاقي عندنا حاجه اسمها دايناميك سيكشننج. دايناميك سيكشننج دي بتخليني اشوف السكتش عندي يكون مقطوع اكتر يعني، او يكون مفرغ اكتر، او الاحظ الفراغ اللي فيه بطريقه ايه اوضح. هي عامه دايناميك سيكشننج اولا ظاهره، بس احنا عندنا ايه الايكونز كتيره، فانا بحاول اعرفكم بس ازاي نظهرها. بنعمل دراج ودروب، طول ما انا بعمل دراج ودروب انا كده بطلع كل الايه الايكونز اللي عندي. هلاقي طبعا في كام ايقونه ايه عندي، هلاقي كتير جدا. طيب بالنسبه لي الامر اللي عايزين نشرحه النهارده مع بعض، احنا بس عايزين نظهرها. فهنيجي هنا برضو تاني نشوف ايه الايكونز، لقينا ايه ايقونة الديناميك سيكشننج ظهر. طيب الايكون دي لازمتها ايه؟ هنلاقي ان انا لو ضغطت عليها هلاقي ان الشكل بدأ يرسم لي زي ريكتانجل لونه احمر، ده بيبدأ يقطع في الشكل عشان يوريني الشكل من جوه، مش بيقطع فيه ان هو قطع فيه زي امر باكت، لا هو بيقطع فيه بس عشان الاحظ او اشوف الفرق اللي انا عايز اشوفه مش اكتر. هنا ببدأ اختار المساقط اللي عايز اشتغل عليها، التوب ولا الفرونت ولا الرايت، زي ما انتم شايفين كده. لما اخترت انا الرايت بدأ يقطع الشكل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، والسهم اللي ظاهر لي ده اللي لونه احمر، السهم ده بيعمل لي ايه البلان برضو زي ما انا عايزة، بقدر احدده زي ما انا عايزة، وبقدر ان انا ابدأ احدد قيمة القطع برضو فيه زي ما انا ايه محتاجة، يعني بقدر اشده وحركه فزود من قيمة القطع اللي عندي لو انا ايه شايفة ايه. طبعا بعمل روتيت او بعمل اي حاجة في القطع زي ما انا عايزة، يعني عشان اقطع ايه ببدأ اشد كده واشوف القطع لحد فين المسافة اللي انا عايزاها، عشان ابدأ اشوف امر مثلا انا عايزة الاحظه جوه الشكل، قطعت مثلا جوه الشكل بطريقة معينة عايزة اشوف او الاحظها، فببدأ اعملها عن طريق الايه دايناميك سيكشننج. تمام، دي كده اوبشن حبينا بس نوضحه. هنبدأ بقى نفتح ايه فايل جديد عادي وناخد الامر اللي احنا عايزين نشرحه النهاردة مع بعض. هنبدأ مع بعض نرسم سكتش على المسقط اللي احنا محتاجين نرسم عليه زي مثلا الرايت او الفرونت. الامر النهارده اللي محتاجين ننفذه محتاج او مساقط مثلا زي الرايت او الفرونت هتناسبني اكتر. هبدا ارسم ريكتانجل، بس ما يكونش سنتر ريكتانجل، عايزين ريكتانجل عادي، كورنر ريكتانجل. وبعدين هقفل السكتش عشان ابدا ادخل على امر 3 دي تبعنا. الامر النهارده اللي هننفذه امر جديد، هو شبيه بامر باكت او امر
باد، بس هو مختلف عنه في حاجه معينه، ان هو هنا امر مثلا باد كان بيعمل ايه، كان بياخد السكتش مقفول اللي عندي ويبدا يديله ارتفاع او سيكنس. امر باكت بيبدا انه يعمل ايه، انه ياخد من الارتفاع او ياخد من السيكنس اللي عندي في الشكل يقطع فيها. بس امر الجديد اللي هناخده النهارده بيعمل للبروفايل المقفول اللي عندي ده بيكرره، بس في زاويه، بزوايا مش في ارتفاعات، بيكرره في مثلا في 360 درجه. طب تعالوا نشوف ايه الامر اللي بيعمل ده. هنلاقي ان الامر اللي عندنا ده اسمه امر ايه، امر شافت. امر شافت هنا هلاقي برضو فيه ليميتس زي ما كان عندنا في امر الباد او الباكت، بس الليميتس مش بالملي، الليميتس بالديجري، بالزاويه. اول حاجه هيقول لي السكتش بتاعي اللي عايزه تنفذي عليه الامر ايه، فقلت له سكتش 1، ده السكتش اللي انا ايه رسماه هنا. هيجي يقول لي عايزه ثيكنس، دي هنشوفها بعدين. عايزه اكسس، طبعا انا طالما هبدا احرك السكتش اللي عندي ده في 360 درجه يبقى انا محتاجه اكس او محور يبدا يلف حواليه. فهاجي هنا اختار ايه المحور عندي، سواء المحاور الرئيسيه اللي عندي في الشكل او ببدا اختار اي ايه خط نورمال لاين بيكون عندي في الشكل. طيب لو عملنا رايت كليك هنا على الاكسس هلاقي هنا بيقولي انت عايزه تطبقي على اكس اكسس، ولا اللي هو ده الاكس اكسس، ولا على الواي اكسس اللي هو ده، ولا على الزد اكسس اللي هو ده، ولا عايزه تعملي كرييت لاين غير دول كلهم، ولا انت عندك لاين عايزه تعملي لي سيلكت. فاختار مثلا اللاين ده، بدا الشكل يعمل الشافت حوالين الاكسس اللي عندي في 360 درجه. تعالوا نقول اوكي، هلاقي ان فعلا بدا يديني شكل ايه، في كيرفيتشر، في دوران. طيب تعالوا نرجع تاني للامر. عشان ارجع للامر زي ما احنا متعودين، يا اما باجي هنا دبل كليك، يا اما هنا باجي على الشكل نفسه دبل كليك، هيفتح لي الامر تاني. هلاقي ان انا فعلا كان ممكن اجي هنا على الليميت واقول له لا انا مش عايزه 360 درجه دول، انا عايزه اقل، انا عايزه الليميت بتاعي ده مثلا اخليه يلف كام، اخليه يلف مثلا 53 درجه او 57 درجه دول، واقول له ريفيو. فهيلف بس ال 57 درجه اللي انا عايزاه، عايزاه يلف مثلا كام، تعالوا نشوف. زي ما انا عايزه بخليه ايه يلف ايه الزوايا اللي انا ايه محتاجاها. ببدا اشوف الليميت واحركه 144 درجه مثلا، واقول له بريفيو. طب تعالوا كده نقول له ريفرس دايركشن، هيعمل ريفرس دايركشن. تعالوا نقول بريفيو، هلاقي فعلا غير اتجاه الايه الدوران، والسكتش عندي اهو في النص، ده السكتش بتاعي، بدا ان يغير اتجاه دوران في السكتش ايه بتاعي في النص. طيب لو انا قلت له مور، هلاقي في ايه، في تفاصيل تانية ممكن اطبقها. زي ايه مثلا؟ زي ان انا اعمل سيكنس. لما بعمل سيكنس بيحصل ايه هنا؟ بريفيو، هلاقي ان الشكل ده هقوله ريفرس بريفيو، هيبان هنا الايه السيكنس اللي عندي. هلاقي ان الشكل بقى عندي ايه مفرغ زي ما احنا شايفين كده. طبعا السيكنس انا اللي بقوله عايزها ملي، عايزها اي يعني تخانة معينة، بقوله ايه اوكي. هلاقي فعلا ان الشكل عندي اهو واخد ايه السيكنس بتاعتي ومتفرغ. طيب احنا كده النهارده اخدنا امر الايه الشافت. يعني ما افتكرش ان يكون في اي اسئله عن الامر، هو برده ما يختلفش كتير عن الاوامر اللي خدناها في المحاضرات اللي فاتت زي امر باد او امر باكت، بس باستثناء ان هنا بيديني شكل ايه دوراني، بياخدوه في زوايا في 360 درجه. ممكن اجي هنا اقول له مثلا first angle 30، ارجع تاني هنا على الامر، الغي بس فكرة السكنس دي عشان نوضح اللي احنا عايزين نقول عليه، واجي اقول له second angle مثلا 20، واقول له preview. فلاقي ان السكشن بتاعي اللي هو الخط اللي لونه ابيض، هلاقي ان هنا اتجه 30 درجة واتجه هنا 20 درجة، فيبقى انا كده عندي 2 دايركشن. يعني تعالوا نقول بدل ال 20 مثلا 90، واقول له انه اعملي بريفيو للتغيير او التعديل ده. هلاقي ان ادي السكشن بتاعي في النص اللي هو السكتش، والاقي هنا ان اخد 30 وهنا اخد 90.
يبقى انا قدرت ان انا احقق two limits زي ما كان برضو في امر باد او باكت، كنت بحدد limit 1 و limit 2، و limit 2 برضو عندي موجود، ممكن برضو ببدأ ان انا اشوف الزاوية زي ما انا عايزة، والارقام هي مكتوبة عندي. تعالوا كده ناخد الرقم نبعده بس شوية عشان نقدر نشوفه. طول ما انا بغير بحرك في كلمة limit اهي، كل ما الايه ارقام زي ما انتم شايفين بتتغير معايا، 150 140 134 118 108، فببدا احرك في الارقام زي ما انا عايزه بالمسطره اللي عندي هنا، او ببدا ادخل الرقم في الخانه زي ما احنا شايفين، اقول له 180 واقول له ايه اوكي. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل لشركه كريتيف جروب، والسلام عليكم.